ودعت الدراما السورية الفنان بسام لطفي عن عمر ناهز 82 عاماً. شيع جثمانه من مشفى الأسد الجامعي إلى جامع لالا باشا بشارع بغداد ليوارى الثرى في مقبرة الدحداح. الفنان الراحل بسام لطفي كان من المؤسسين سواء في الأعمال الدرامية، في أول عمل درامي في التلفزيون العربي السوري منذ العام 1960 وصولا إلى المسرح القومي وإلى السينما السورية والأعمال الدرامية الكثيرة، بالتالي تستطيعين أن تعتبرينه ذاكرة الدراما السورية. لروحه الرحمة ولكم طول البقاء وعظيم الأجر. نعزي الشعبين السوري والفلسطيني كأنه هو فنان قومي، فنان عربي، فنان سوري، فنان فلسطيني. هو جسد الفن المقاوم الملتزم الذي شرح قضايا شعبه في كل أعماله، أغلب أعماله التي قام بها. هو فنان كبير رحمه الله، هو فنان كان لديه الحس الوطني القومي. نحن في فلسطين لا نفرق بين فنان سوري وفنان فلسطيني لأنه نحن شعب واحد. هني عطونا كثير، لذلك نحن حاضرين بوداعه الأخير، حاضرين بوداع بسام اللي هو أسس لنقابة الفنانين اللي هي بيت الفنان السوري، واللي هي صدرت من خلال الراحل الله يرحمه وزملائه، صدرت الإبداع السوري ليحتل مكانته الكبيرة جدا على مستوى الوطن العربي وامتداد إلى أبعد من ذلك. أستاذ بسام لطفي قلت أسس، لكن هو ميزته أنه استمر في العمل النقابي، يعني هو لم يغادر بعد التأسيس. كان أحد أعمدة نقابة الفنانين المهمة جدا بأكثر من مجال، المجال الإداري بحضوره الأخلاقي والإنساني وبحضوره الإبداعي. بسام أبو غزالة صديق العمر، هذا اللي بدينا منذ الطفولة. كنت أنا وياه نلعب بالحارة، نلعب في الفطبول، نطلب الطابات، نتسلى، نعمل مشاوير. بعدين صرنا نطلع من الحارة من عرنوس شوي، نمشي بالطريق نرد نرجع، نطلع ونرد نرجع. بعدين تعلمنا على الطريق، لو وصلنا لنواحي بوابة الصالحية بس من غير ما نضيع لأنه حفظنا الطريق. بعدين صرنا شفنا سينمات، صرنا نجمع ربع ورقة ونفوت نتفرج على السينما، نتفرج على السينما. كان في مركز ثقافي المصري بشارع برمانه، كان في هناك احيانا كل اسبوعين ثلاثة يعملوا عرض مسرحية مصرية يجوا، فصرنا كل اسبوع 10 ايام نروح لهنيك نحضر مسرحية، فصرنا نحضر المسرح. بهالطريقة هي عشقنا شيء اسمه المسرح، وبدينا نشتغل بعدين بالمسرح، وبعدين دخلنا على المسرح القومي وصرنا اعضاء المسرح القومي. هو بقي، بعدين انا انتقلت للتلفزيون. قلت له تعال عندي، قال لي لا ما بدي، صار ينزل على التلفزيون يشتغل بس يضل بالمسرح القومي، ما بده بس ينزل يشتغل بالتلفزيون ويضل قاعد. لاخر فتره ضل قاعد بالتلفزيون حتى ما عنده شغل، ينزل على التلفزيون ضل قاعد. الرحمه كل الرحمه لممثلنا النجم الفنان الاستاذ بسام لطفي. الرحمه لك يا بسام، يا زميلي في المسرح القومي على مدى 30 سنه وصديقي أيضا بكل اعتزاز وبدون أي حرج. قضيت معه أيام حلوة، عرفت عنه الإنسان الوديع النبيل الخلوق المسالم. الراحل من الجيل المؤسس للدراما السورية ومن أبرز نجومها عبر مسيرة فنية امتدت عشرات السنين، جسد خلالها العديد من الأدوار التمثيلية في المسرح والإذاعة والتلفزيون والسينما، تاركا بصمة فارقة في تاريخ الفن السوري.